أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أناس سقط في بئرهم ديزل ونظفوه ولكن بقيت الرائحة فقط، فهل يجوز الوضوء منه والاغتسال منه؟ حتى لو فيه ديزل ما يخالف يتوضون، لأن الديزل طاهر، الديزل طاهر ما هو بنجس، والماء إذا اختلط بشيء طاهر فلا يسلبه الطهورية، إلا إذا إنه صار الغلبة للديزل ما يسمى ماء، وإنما يسمى ديزل، إذا تحول الاسم فلا يتوضأ به. أما ما دام اسم الماء باقيا ولو كان متغيرا بطاهر فإنه طهور والحمد لله. نعم.